الرحيم. أنا من معضمية الشام، عسكر من شق رقيب أول من شق. كنا بمعضمية الشام صلنا 4 سنين ونص محاصرين، لا عم يفوت عنا لا أكل لا شرب لا غذاء لا مواد تموينية نهائيا، لا حليب أطفال، لا أي شيء من الشيء موجود بأي مدينة أو أي مكان مثلا إنه يتوفر له الأكل أو الشرب. نحن ضلينا بمعاناة كثير كبيرة بالنسبة لأطفالنا، بالنسبة لشبابنا، بالنسبة للحالات الإنسانية كانت صعبة جدا. ما كان أي شيء يخرج برات البلد، رغم أنه كنا نحن بضمن على أساس مصالحة مع النظام، بس ما كان الشيء أنه النظام مسهلنا أي شيء نهائياً. طبعاً يأسفنا كثوار وأهالي معضمية الشام بأننا خرجنا من المدينة مضطرين، حيث ليس هناك حلول أخرى. المنطقة أصبحت محاصرة بشكل كامل. النظام كان يهدد أهالي المدينة الذي يبلغ عددهم 45,000 نسمة يعيشون ضمن مساحة لا تتعدى 1 كيلو متر مربع. كان يهدد مدينة بأن الثوار إن لم يخرجوا سيقصفها بالبراميل المتفجرة. فهناك حلين، أما التسوية وتسليم السلاح، وهذا خطير بالنسبة للثوار بأن يتم تسليم سلاحهم والبقاء في المدينة، فاضطروا إلى الخروج إلى المدينة. يبلغ عدد الثوار الذين خرجوا من المدينة بحدود 2100 شخص، هم ثوار مدينة معضمية الشام وثوار مدينة داريه والمزة وكفرسوس الذين كانوا متواجدين داخل المدينة. يؤسفنا هذا الذي يحصل والتغيير الديموغرافي والهجرة القسرية التي تحصل في هذه المنطقة خاصة في دمشق وريفها، مما هذا يمهد لاحتلال المنطقة بشكل كامل. الآن نشاهد على التلفاز احتلال مدينة دمشق، والآن يتم احتلال مدينة ريف دمشق بشكل كامل ومحيط مدينة دمشق للنظام الإيراني والنظام الأسدي. طيب بالنسبة للرجعة، شو عندكم معنويات للرجعة؟ إن شاء الله هناك أمل وهناك أمنية بأن نعود إلى مدينتنا وأن نسقط رأسنا مدينة معضمية الشام بإذن الله. طيب ضل في حدا من المعضمية؟ هناك عدد من الشباب بقي داخل مدينة معضمية الشام، هم اختاروا البقاء داخل المدينة. نسأل الله أن يحميهم وأن يوفقهم وأن يبقوا صامدين داخل المدينة وأن لا يتم تسليمهم.